تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة وخدمة سكنية، بدأت وزارة الإسكان بتوزيع قسائم سكنية بمشروع سترة على المستفيدين. أحد الروافد الأساسية للبرنامج الخاص بالأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40000 وحدة سكنية، وها هي وزارة الإسكان تشرع بتوزيع القسائم السكنية بمشروع سترة، والذي يعد ثاني المشاريع المدرجة في الجدول الزمني الذي أعدته الوزارة لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة وخدمة سكنية. بناء على أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة وخدمة إسكانية، ولله الحمد اليوم الوزارة بدأت في توزيع قسائم مشروع سترة الإسكاني. هذا المشروع طبعا مدرج كمشروع ثاني ضمن الجدول المعتمد لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ولله الحمد عملية توزيع تمت حسب المخطط لها ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة. إلى ذلك تعكف الوزارة حاليا على تجهيز مسجد وحديقة ومساحات مفتوحة، فضلا عن توفير مجموعة من الخدمات لتكون المنطقة مجهزة بالكامل لتلبي طموح قاطنيها. الصراحة أول ما جاني الاتصال من الوزارة يعني ما صدقت، أنا في فترة بسيطة وصلني اتصال حق حصولي على قسيمة سكنية وطلبوا مني تحديث البيانات. حدثت البيانات يوم ثاني بالضبط، حدثتهم يوم السبت، يوم الأحد اتصلوا فيني وخبروني أن بتكون أنت من ضمن المنتفعين في القسيمة السكنية. أول شيء كان شعور مفاجئ، ما كنت أتوقع أن أنا أحصل في هالوقت. الحمد لله حصلت في وقت سريع، زين، وأكيد شعور فرح وسعادة، زين يعني. وأشكر طبعا أول شيء القيادة ووزارة الإسكان على الخدمة المميزة والتواصل، ما قصروا صراحة. اتصال كلش مفاجئ بالنسبة لي، بس الفرحة لا توصف نفس ما قلنا، وإن شاء الله على في المدة المحددة لأنك نقدر نخلص المشروع هذا بالتوفيق من الله إن شاء الله. مشاريع إسكانية في مختلف مناطق المملكة، تحرص وزارة الإسكان على تسريع العمل في كافة المشاريع من أجل تسليم المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية بأسرع وقت ممكن، سعيا منها في تسريع نسب الإنجاز في جميع مراحل العمل في مشروع سترة، أسوة ببقية المشاريع الإسكانية التي يتم العمل بها في وقت واحد بهدف سرعة تسليم الخدمات السكنية للمستفيدين. جهود متواصلة، خطوات متسارعة تقوم بها وزارة الإسكان تجاه المشاريع الإسكانية المدرجة على قوائمها، وها هي اليوم تشرع بتسليم القسائم السكنية بمنطقة سترة ثاني المشاريع المدرجة في الجدول الزمني الذي أعدته الوزارة لتنفيذ أوامر سمو ولي العهد رئيس الوزراء. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.